يا عم هو ده تنظيم تنظيم ولا اي كلام؟ ده بيستهتروا في ارواح الناس يا عم. ناس اكتر من 30,000 واحد في المكان ده قد كده ويضرب عليهم كلام من كده دماغ الناس ازاي يعني؟ ما يعرفوش ان في واحد سقف في الناس دي هيعمل هيئه رطوبه؟ مفيش فكر خالص.